عندي حلويات كتير وبيبسي وشوكولاتة ومصاصات وكل اللي انت عاوزينه. عاوزين ايه بقى؟ انا عايز بيبسي وعايز كاندي. وانا عاوز مصاصات كتير قوي. خلاص اتفضلوا. شكرا يا لولو، اتفضلي الفلوس اهي. مع السلامة. الله، احنا جبنا حلويات كتير قوي، يلا ناكلها بقى يا ارنوب. اصلا انا لو روحت بالحلويات دي في البيت ماما هتزعقلي وتقولي دي كتير عليك، وتقعد تقولي بقى كلام كتير. يلا ناكلها قبل ما نروح. وانا كمان لو روحت بالحلويات دي كلها ماما هتاخدها مني ومش هتخليني اكلها. هم 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 هم. الله يا ارنوب، الحلويات دي كانت لذيذة قوي، تيجي نجيب بكرة بقى من لولو تاني لما ناخد مصروفنا من ماما. ايوه فعلا لذيذة قوي، انا بكرة هجيب تاني، انا بحب الحلويات قوي. بس ايه ده، انا حاسس ان اسناني بتوجعني قوي كده ليه؟ يا اسناني. تصدق وانا كمان سناني حاسس انها بقت ضعيفة قوي وبتوجعني قوي. يا اسناني. انا هروح لماما تشوفلي ايه اللي في اسناني، انا اسناني مش مستحملها خالص. وانا كمان، يلا مع السلامة. الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما. خير يا ارنوب يا ابني، مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟ سناني بتوجعني يا ماما، الحقيني يا ماما، انا اسناني بتوجعني قوي. ليه يا حبيبي، هو انت اكلت ايه النهارده؟ اكلت ايه على اسنانك دي عشان توجعك؟ الصراحة يا ماما انا اشتريت حلويات كتير وانا جاي وكلتها. ليه كده بس يا ارنوب؟ مش انا قلت لك الحلويات هتسوس لك سنانك وهتوجعها لك؟ يلا بينا بقى نروح على طبيب الاسنان علشان نشوف سنانك دي هنعالجها ازاي. يلا يا ماما. الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، انا اسناني بتوجعني قوي، الحقيني. مالك يا واد يا اردون، ايه اللي حصل لك؟ سنانك مال؟ كلت ايه النهارده؟ الصراحه يا ماما وما تزعليش مني، انا كلت حلويات كتير النهارده ومصاصات وبيبسي واشتريت حاجات كتير قوي. ليه كده يا واد يا اردون؟ مش انا قلت لك الحلويات هتسوس لك سنانك؟ طب انا ما عندش عندك مصروف بقى علشان انت ما بتسمعش الكلام. ليه كده بس يا ماما، ليه كده؟ انا اسناني وجعاني وكمان مش هتديني مصروف. يلا بينا يا واد يا اردون نروح على دكتور الاسنان، يلا بينا. لا يا ماما، دكتور ايه؟ انا بخاف من دكتور الاسنان قوي، مش هروح. يلا يا واد نروح علشان سنانك تخف، يا الا هنفض المقشه دي على دماغك. خلاص يا ماما، يلا نروح. خير يا ارنوب، في ايه؟ الحقنا يا دكتور، ارنوب سنانه بتوجعه قوي. انت بتغسل سنانك كويس يا ارنوب؟ ايوه يا دكتور بغسلها كويس. امال وجعتك من ايه؟ ارنوب يا دكتور كل حلويات النهارده كتير علشان كده اسنانه وجعته. حلويات؟ طب اتفضل يا ارنوب اقعد على الكرسي ده، وريني كده اسنانك يا ارنوب. ايه ده يا ارنوب، اسنانك مليانه سوس وجراثيم، ده اسنانك كلها حلويات يا ارنوب، انت لازم ننظفها لك فورا. ودلوقتي يا ارنوب سنانك بقت نظيفة وجميلة وزي الفل، كل اللي عايزه منك دلوقتي انك تاخد الفرشة دي وتغسل بيها سنانك على طول، وما تاكل حلويات تاكل كمية صغيرة، ما تاكلش كتير علشان سنانك ما تسودش. ماشي يا شطور؟
ماشي يا دكتور، شكرا شكرا، انا دلوقتي حاسس ان انا مرتاح وما فيش حاجة بتوجعني، انا متشكر خالص، والفرشة دي جميلة قوي، هغسل بيها اسناني على طول قبل ما انام وقبل واول ما اصحى الصبح يا دكتور. برافو عليك يا ارنوب، يلا اتفضل روح بقى على البيت. خير يا أردون، انت كمان بتعيط ليه؟ الحقني يا دكتور، انا اسناني بتوجعني قوي، بتوجعني خالص. اوعى تكون كلت حلويات من عند لولو زي أرنوب. ايوه يا دكتور، كل حلويات هو وأرنوب كتيرة لما اسنانهم وجعتهم. ليه كده بس يا أردون؟ اللي ياكل حلويات لازم ياكل كمية صغيرة علشان سناننا ما تبوظش. يلا اطلع اقعد على الكرسي اما اشوف سنانك. والنبي يا دكتور اوعى تديني حقنة، انا بخاف قوي من الحقن. ما تخافش ما تخافش، افتح بس بقك كده. يا خبر ابيض يا قرود، سنانك مليانة جراثيم وسوس، يا نهار ابيض، لازم ننظفها فورا. خلاص كده يا أردون، سنانك بقت جميلة ونظيفة وزي الفل، كل اللي عايزه منك دلوقتي إنك تغسل سنانك كل يوم بانتظام قبل ما تنام وقبل وبعد ما تاكل بالفرشة دي. متشكر خالص يا دكتور، أنا سناني دلوقتي ما عادتش بتوجعني، وأنا أوعدك إن أنا هغسل سناني على طول علشان سناني ما تسوسش، وما عندش هاكل حلويات خالص، ولو كلت هاكل كمية صغيرة علشان سناني ما توجعنيش. شكرا شكرا يا دكتور. برافو عليك يا أردون، انت كده شطور، يلا اتفضل دلوقتي روح على بيتك واعمل اللي احنا اتفقنا عليه. ماشي يا دكتور، مع السلامة. ودلوقتي يا أصحابي، أنا دلوقتي هغسل سناني بالفرشة والمعجون علشان سناني تفضل نظيفة وجميلة، علشان أنا رايح أنام، وعلشان أنام مرتاح وسناني ما توجعنيش طول الليل، وعلشان الدكتور كمان ما يزعلش مني. يلا قرب قرب، اشتري الاندومي، اشتري الاندومي اللذيذ، عرض النهاردة تاخد واحد هدية لو اشتريت واحد، خد واحد هدية على كل كيس اندومي، يلا قرب قرب. ايه ده يا فرافيرو، ده عمو تعلوب بيبيع اندومي، يلا نروح نشتري. لا يا حبيبي، ماما بتقول ان هو بيوجع البطن وانا مش هشتري اصلا. خلاص انا هروح اشتري واحد ليا لوحدي. لو سمحت يا عم تعلوب، ممكن تديني واحد اندومي؟ طبعا طبعا يا حبيبي، ده انت حتى حظك حلو النهاردة، اللي بياخد واحد اندومي بياخد معاه كمان واحد هدية، اتفضل يا حبيبي. متشكر خالص يا عم تعلوب، اتفضل الفلوس اهي. يلا قرب قرب، اشتري الاندومي اللذيذ، الاندومي الجميل اللي عليه عرض واحد هدية لما تشتري اي كيس اندومي، يلا قرب قرب. انت بتعمل ايه يا تعلوب؟ انت بتبيع الاندومي؟ انت ما تعرفش ان هو بيضر بصحة اطفالنا هنا في الغابة؟ ده الاسد سيمبا لو عرف انك بتبيع الاندومي هيطردك برا الغابة، انا هروح اقوله. ما تسكتي يا بقرة انتي، مش عايزة تشتري مني ما تشتريش، لكن سيبينا استرزق هنا واكل عيش، ما تروحيش تقولي للاسد سيمبا حاجة. لا هروح اقوله، علشان ما ينفعش تضر بصحة اطفالنا هنا في الغابة ونسكت على كده. يلا قرب قرب. انا هدخل البيت ازاي بالاندومي اللي معايا ده؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا هخبيه في هدومي لحد ما ادخل جوه.
اهلا ارنوب، ايه ده انت معاك اندومي؟ ايوه اتفضل كل معايا. والله كان نفسي اشتري بس مش معايا فلوس. طيب خلاص خد لك واحد، انا معايا اتنين، رحت اشتري واحد خدت واحد هدية، خد لك واحد وانا واحد. الله شكرا شكرا يا ارنوب، انا متشكر خالص. انا هخبي ده بقى في هدومي وهدخل بقى قبل ما ماما تشوفني. ايه ده ماما انت هنا؟ طيب بعد اذنك يا ماما انا داخل جوه. ايه ده الواد ارنوب ماله داخل مستعجل كده ليه؟ الحمد لله ماما ما شافتش الاندومي معايا، اما طلعه بقى واكله. ايه ده انت معاك اندومي؟ طب والله لا رايح قايل لماما. بس اسكت بس ما تفضحنيش، هديك منه معلقتين بس لو ما قلتش لماما. طيب خلاص مش هقول لها مش هقول لها، يلا اديني منه شوية. وبعدين انت تجيب كيس واحد بس، مش قادر تجيب لنا كيسين؟ يلا يلا خلينا نفتحه بسرعة قبل ما ماما تيجي. انت جيت يا حبيبي، يلا بقى علشان تنغدى. لا يا ماما مش عايز اكل دلوقتي، انا هدخل الاوضة بتاعتي شوية. ماشي يا حبيبي براحتك. الحمد لله ماما ما شافتش الاندومي معايا، اما طلعه بقى انا مخبيه في هدومي. يا سلام كيس بحاله لوحدي، اما اكله بقى واشبع واملى بطني. يا سلام الاندومي ده طلع لذيذ قوي، بس انا مش عارف حاسس ان بطني وجعاني كده ليه. انا بطني وجعاني قوي يا ارنوب. بطنك وجعك؟ تصدق انا كمان حاسس ان بطني وجعاني. يا بطني الحقيني يا ماما. يا بطني الحقيني يا ماما. في ايه يا ولاد مالكم صوتكوا عالي كده ليه؟ في ايه؟ بطني بتوجعني يا ماما الحقيني. انا كمان بطني بتوجعني الحقيني يا ماما. يا نهار ابيض انا لازم اتصل بالدكتور بسرعه. انتوا كلتوا ايه ده؟ الصراحة يا ماما أنا اشتريت الاندومي من وراكي وكلناه وأنا واخويا الصغير. ليه كده بس يا أرنوب يا حبيبي؟ فين التليفون خلينا اتصل على الدكتور. ايه ده ايه ده ايه ده، انا بطني مالها كده ليه وجعاني كده ليه؟ يا بطني الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما. في ايه مالك يا تعلوب يا حبيبي؟ فيك ايه يا حبيبي؟ بطني بتوجعني يا ماما علشان كلت الاندومي. يا نهار ابيض انا لازم اتصل على ابوك بسرعه يجي ويشوفك. الحق يا ملك سيمبا اللي بيحصل في الغابه، الحق. في ايه يا بقره عايزه ايه؟ التعلوب يا ملك سيمبا بيبيع الاندومي وكل الاطفال عمالين يشتروا منه هناك. يا نهار ابيض هو انا مش قلت محدش يبيع الاندومي هنا في الغابة؟ طيب انا هروح له دلوقتي واخليه معادش يبيع اندومي تاني. ايه ده سيارة الاسعاف دي راحة على بيت مين؟ روحي يا بقرة اجري بسرعة شوفي سيارة الإسعاف دي راحة على فين. حاضر يا ملك سيمبا. يلا خدوهم بسرعة على المستشفى، شكلها حالة تسمم غذائي، يلا بسرعة. الو ايوه حاضر حاضر جاي بسرعة اهو. يلا يا دكتور في حالة تسمم كمان هنا في الغابة، ما نروح ناخدها عند بيت تعلوب. يلا ابنك كل الاندومي البايظ اللي انت بتبيعه في الغابة يا تعلوب. كده يا ابني انت جبته منين؟ مين اللي اداهولك؟ خدت واحد من ارنوب صاحبي يا بابا. يلا بسرعة هاتيلي التليفون، اما رن على الاسعاف تيجي تاخده حالته ما تستناش. في ايه يا دكتور مالهم الحيوانات دول اللي معاك في الاسعاف؟ دي حالة تسمم يا ملك سيمبا من اكل الاندومي.
لازم يا ملك سيمبا تمنع أي حد يبيع اندومي في الغابة. يلا يا دكتور خدهم بسرعة على فوق علشان أنا جاي وراك أديهم الحقنة. خير يا دكتور، ولادنا مالهم؟ ولادكم عندهم حالة تسمم غذائي، أنا هديهم دلوقتي حقنة وهيبقوا كويسين. عرفت إن حضرتك يا أستاذ تعلوب إنك أنت اللي كنت بتبيع الإندومي في الغابة. أنا آسف والله، عمري في حياتي ما عند هبيعه تاني، أنا حرمت خلاص، بس يا رب اشفي الولاد ورجعهم لنا بالسلامة في البيت. إن شاء الله ربنا يقومهم بالسلامة. عن إذنكم دلوقتي هروح أديهم الحقنة. شفتوا يا ولاد الدكتور بيقول ايه؟ بيقول عندكم تسمم غذائي من الاندومي، علشان بعد كده ما عندوش تجيبوه تاني. انا عمري عمري في حياتي ما عند هجيبه تاني يا ماما، انا خلاص اتعلمت الدرس. ولا انا يا ماما ما عندش هاخد من اخويا اي حاجة ولا اي اندومي تاني. ماشي يا حبايبي، ربنا يقومكم بالسلامة ليا ان شاء الله، وتروحوا على خير البيت. متنسوش يا أصدقائي تعملوا لايك للفيديو، وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفعلوا الجرس.